تعرف إجراءات الدولة الرسمية بتاخد وقت. قصدك تقول إنه البريد لسه ما وصل لعندك؟ ولك الله يلعن وشك، إجت وش النحل. ما كانوا يعرفوا يخلصوا هالشغلة قبل ما توصل؟ أف أف يا ربي، صار لي كم يوم ما عم بقدر شوف ابني. لو إني بقدر شوفه اليوم يا ربي. إن شاء الله يضل الباب مسكر وما يفوتوها مشان ما نبتلى فيها. قبل ما يكون بين إيدي طلب رسمي أنا مستحيل أقدر أعمل هالشي. كيف يعني مستحيل؟ يلي بيسمعك عم تقول هيك بيفكر إنه نحن عصابة وجايين لحتى نخطف الولد. ما حبيتها منك، أنا رح أزعل. تعالي. الغبية مدبرة عالمي فوتوها لجوا؟ ولك الله يقصف عمرك، هلأ بتنتزع خطتنا. لازم خبر رشا. ولك ردي ردي. بس لو إنه في حدا ذكي عم يشتغل معي لكنت هديت الدنيا. لك رشا وينك انت؟ يلا ردي. لا تواخذوني يا جماعة، أنا مضطر خبرهم لأنه هيك الأوامر وهي حياة أطفال. نحن منحط الأطفال بهاي الغرفة. أنا لازم أتصل بالمديرية العامة منشان نقل الطفل. لا تواخذوني دقيقتين بس. الله يلعنه، شو بدنا نعمل هلأ؟ شو؟ إلي؟ يلا طلعين فورا. شو؟ امشي. مسكين بيقطع القلب لو شفتي كيف صار يبكي على غيابه. غريب، في حدا بيبعد أم عن ابنها؟ يا ربي تخيلك. ليكي أختي، ابنك هون، لو سمحتي طعميه وطلعي فورا. إذا لقطونا بتقلع من شغلي. إبراهيم يا روحي أنا، يا عيوني. أنت شو جابك لهون؟ ما قلنا لك ممنوع تشوفي ابنك بدون إذن؟ اتركي الولد، يلا اطلعي لبرا. أي إذن هذا اللي عم تقول عنه؟ هذا الولد ابني، يعني أنا بكون أمه. يلا خدوها، ممنوع تقرب من الولد، مو ناقصنا وجع راس. أنت ما عندك رحمة؟ في قانون عنا هون بالبلد ما بيخلي حدا ياكل لي حقي، ما رح أسمح لكم تاخذوا لي ابني. حاجة بقى، بلا قانون بلا بطيخ. هالولد مانو ابنك، هذا الولد صار ابن الدولة من غير شي، وضعه مخربط. مين أبوه؟ وينه؟ ليش ما بيجي؟ كنت بساعدك بس انت ما قلتي لي مين هو أبوه، وبهالحالة ما بتقدري تشوفي ابنك أبدا. طالع ولا برا. أنا ارتكبت أكبر ذنب، كذبت كذبة كبيرة. والتمن حرموني شوفه، بس شو بقدر أعمل لحالي؟ دخيلك يا ربي ساعدني مشان ابني حبيبي. أنتي دمرتيني يا سهام،
ما رح أسامحك أبدا. لسه ما صفيت حسابي معك. ألو نعم سيدي. عزيز اترك كل شيء من إيدك وتعال لعندي. بس أنا بفترة نقاهة. خلصنا، ما في لا إذن ولا نقاهة ولا أي شيء. تجي على شغلك فورا يا حضرة الضابط. أكيد ما بتحب ترفض الأوامر ولا تتعاقب، ما هيك؟ حاضر سيدي، أنت بتأمر. بتشكرك كثير سيدي، بتصرفك هاد بتكون قدرت تنقذ حياة ابني. بالظاهر إنه اليوم حظك، بس رح نتواجه، استناني. عن جد شغلة هالحمل تعريه صعبة كتير، على طول عم شم ريحة بأنفي. بتعرفي هو بنفس الوقت هالشعور حلو كتير. سهام، انتي قلتي لي رح أخذ ابني، أنا صدقتك وبسببك وقعت بهالمصيبة. انتي شو عم تحكي؟ ولك سكتي رح تبهدلينا بالجامعة. ما بتحمل بنوب، بدي ترجعي لي ابني بسرعة. وأنا شو دخلني بموضوع ابنك؟ بسبب اللي سويتي أخذوا لي ابني من حضني. رح أفضحك قدام الكل وأحكي لهم عن وساخة عمايلك. تعالي معي لشوف، الكل رح يسمعوكي. أو يسمعوني. تخليت عن شرفي لأني صدقت وحدة حية مثلك وخسرت ابني بسببك. إليف شو عم تساوي؟ هي سهام أكيد عملت لنا شي. نيفي، نحن ما دخلنا فيها. ابني انحرم من حنية الأب. عندك عقل، كنتي ما تسمعي مني. طيب أصبح أنا رح أحكي له لعزيز، ما رح أخبي شي. بقى رح أرجع أعمل التحليل. وقفي، ما بسمح لك تتغابي أبداً. تغابيت لما صدقت وحدة مثلك. شو رح تستفادي إذا خبرتي عزيز؟ لأنه وقتها رح يعطوه الولد. أبوه أحسن ما يتشرد، وبكل الأحوال أنا بكون خلصته من الموضوع. عزيز ما عندي صدقك بعد هلأ، بس إذا بتتفقي معي بيرجع لك ابنك وبتحمليه على حضنك. والله جد؟ كيف؟ مثل ما بتعرفي إنه أبي مسؤول كبير بهالبلد، وطبعاً أنا في عندي كتير معارف بدوائر الدولة. بحلا رح أعطيكي ابنك وتروحي. هي حاجتك بقى، بكفي كل ألعابك الوسخة رح أكشفها قدام الكل. بلا سخافة. بابا نزل كتاب جديد، والليلة هي التوقيع، بتحبي تجي؟ ما عندي وقت. خلص شيلك منا، يعني شو بدها تعمل بالاجتماع تبعنا؟ صحيح نحن منهتم شوي بأمور الناس الخاصة، بس قضيتنا أهم من أي شيء، وهذا الموضوع منتهي. ولا تنسي أبداً، مشان تقدري توصلي لهدفك ممكن تتفقي مع أعدائك. شو عم تقول؟ رح ترجع تعمل تحليل الدي ان اي. لازم نخطف الولد بأي طريقة. لو إنك خطفتي أنت وهداك الغبي ما كنت اضطريت إني أتحمل كلام هاي الجدبة. لازم حط خطة جديدة اليوم تكون غير شكل.